عند دينزل دومفرويز يهيئ الكرة إلى باريلا لتشالان أوغلو. يا لعيب يا لعيب يا تشالان أوغلو، قذائف الإنتر لا تخطئ مرمى نابولي، لا تخطئ مرمى نابولي. حقان يطلق صاروخ أرض جو عالمي عالمي. حقان تشالان أوغلو في شوط سيطر فيه نابولي وقذفهم الإنتر بهدف. وأي قذيفة يا إنتر، وأي قذيفة يا تشالان أوغلو، أي قذيفة يا حقان. باريلا أراها مرجعها والتاني خدها على الطاير. أول أهداف المباراة لمصلحة الإنتر. 1-0 1-0. وفي بعض الأحيان يقول لك مش عارف النهائيات تلعب ولا تكسب ومش عارف إيه. أمام نابولي هذه المباريات لا تلعب بل تسرق، وهو انسرقها مرة واحدة. يا ولد يا ولد، شوف الكورة شوف الكورة شوف الكورة، شوف ريحها له ازاي باريلا، ريحها له ازاي باريلا. وهو لو طاروا مع الكرة، لو طاروا يلعب، لو طاروا حلوة حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا انتر عالي العال، يا انتر عالي العال، يا انتر اخر جمال. من لوتارو الى باريلا الى هدف رائع، الى هدف رائع. يا سلام يا سلام على الانتر، يا سلام على الانتر بلمسه جميله. يا اخي افرح يا اخي، اضحك وافرح. وهدف تاني رائع، لو تارو مررها الى باريلا، لكن شوف الكره من مختاريان وهنا بكعب القدم اجوستو الى لو تارو. بص هنا بقى لثرو وبص باريلا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على هدف رائع. في اليمين عند كوادرادو، دي فيها خطورة دي فيها خطورة، دي فيها الثالث، دي فيها الثالث للإنتر الذي يقتل نابولي هنا في أرضية الملعب. الإنتر يقضي على نابولي، فيها هدف ثالث، فيها عرضية رائعة من كوادرادو، وماركوس تورام يسجل هدف الخلاص للإنتر. 3-0 3-0 بثلاثية، بنتيجة كبيرة على نابولي هنا في ملعبه ووسط جماهيره، والإنتر يسجل الهدف الثالث. عرضية الجميلة اللي اتلعبت، شوف الكورة، شوف الكورة من كوادرادو، شوف كوادرادو وشوف العرضية، وشوف بقى هنا الهروب، شوف هنا الهروب، وشوف هنا الهدف الثالث، الهدف الثالث. 3-0 آخر 3-0 كانت